الشتاء بيكون بيفيد الطفل جدا في تعزيز المناعة عنده، تحسين الدورة الدموية عند الطفل. فنحاول نستغل الوقت ده إن إحنا نبدأ نودي أطفالنا تتمرن سباحة. أيا كان سن طفلك إيه، هو قادر إن هو يتمرن، فحاول على قد ما تقدر تلحق وهو في السن الصغير ده. خلينا متفقين ان تدريب سباحة الرضع هو مش بس ان الطفل يقدر ينقذ نفسه في المية، هو انت بتأسس طفلك صحيا كويس.